سامي، السلام عليكم. درت واحد الكيكه اللي كنت قريت المقادير ديالها. تحيه للاخت زينب اللي دار البيضه، كانت عطاتني هاد لاكوسيت ديكو مي عطاتها لي عمرني ما درتها. ان كيك فريمون سيترون، اول مره انا غادي نقلبها حداكم. او فاصون انا درت لاصاج ديال سيترون، جيسبر ما تديرهاش ليا. واو مانيفيك، فريمون مانيفيك. دابا غادي نعاود نقلبها في هذا باش يجي داك لتحت، داك الفوقاني اللي هو زعما داك لتحت يجي الفوق، ونوريكم شنو غندير لها في البلاصه. بقى معايا. اللي كتوحم دائما كيبقى جوني تسعد، تيقول لك حرام عليك حرام عليك انا ديال شهيتي. انا ما بغيتش نبان لكم لان الشوفه بريزونطابل، شوف كي جات هائله. ولكن هذاك المول اللي هي عندها في المغرب اللي كنت شفتو عندها، حيت انا ديجا باش قلت لكم هائله لاني ذقتها جوج مرات، مره عندها ومره عند حبيبتي الهام. فالهام راه شتي غيسي من هذا المنبر اللي شفتي الفيديو ديالي. دابا غندير لها واحد التقيبات هكذا تنهلق داك المول العجيب اللي هو عجبني ما لقيتوش، حيت فيه شكيلات زوينين. غنتقبها هكا باش يدخلها الكلاصاج. الكلاصاج اللي درت فيه انا حق لاصون 120 مليليتر، 5 معالق ديال السكر كلاصي، ودرتو فوق البوطه وحكيت فيه قشر الليمون الخضر. وغادي فريمون غادي نسقيها بحال هكذا باش تشرب ليا داك الكلاصاج. ما نقولكمش ريحه السيترون كي دايره عندي هنا في الكوزينه. ها وفيت درت واحد الاشي بارمونتي تا هو غنوريه لكم. جربتو في هذا الترموميكس جديد، شكرا على المنظر زوجي العزيز اللي شراه ليا كادو باش ما نطولش عليكم. غير كيفاش ليكم، ولكن ها السيترون هكذا شتي كيفاش ها هو داير كما دارت زينب حبيبتي. شكرا على هاد لاغوسيط، وكنسقيها مزيان بحال هكا حتى تشرب. ما انا سقبتها غيدخل لها عاوتاني داك السيترون، داك الكلاصاج غيدخل لها لداخل، وغتجي روعه روعه ما نقولكمش. نهار لقى داك المول العجيب سني لي مارشي هنا عندنا في فرنسا، خصنا المارشي ديال العرب فاش كتلقاي داك المول هكذاك. ما شاء الله ولا حول ولا قوه. ميرسي بوكو لي فيا، عطاتوني هاد لاغوسيط هائله. بقاو معايا تلتين بيان سو. اشي بارمونتي درت مع اون سالاد فيرت، درت غير السلاد ديالنا لي كنعمل في تو لي جور، درتش داك الزواق و داكشي. المهم باش منعيقش يعني كنقولو تو لي جور راه مكناكلوش تو صافي. انا كنخرج لافيسال ديالي مي المهم مطولش عليكم، يعني كنبغي ناكل في كلشي لافيسال ديالي اللي عندي في الدار، ماشي نتسنى حتى يكونو الناس، ولكن بعض المرات كندوزو باش نطلع. فوالا ايوا اش غنقول ليكم، توريتكم من بعد حيت راه حتى وريتكم اشيب ابونتي عاد فكرت في السلاط. روديكم ملي غتشوفوني كنهضر هكا راني ديجا حتى لافان عاد وريتكم السلاط، ملي غتشوفوها من اشيب ابونتي اشيب ابونتي صافي حياتي ملي كنعيا كنقول نابورتو كوا. هانتوما كتشوفو الشكل النهائي ديالها، روعة روعة روعة. صافي مع دابا بردات هكا شوية غتشرب، وغادي نغطيها باش غنديروها كوم ديسير. إوا هانتوما إن شاء الله. إلا بغيتو الوصفة قولها ليا نديرها ليكم. هذا الترموميكس هو درت فيه البارح شربتو معرفتش ليه مزيان، واليوم فغيمون قريتو لأن راه فيه اورديناتور فيه لي غوسيط، راه كلشي الناس كتعرف الترموميكس. الترموميكس وهذا اللي كيبغيو يديرو فيه لافابور وداكشي، داك لي زاكسيسوار ديالهم. وغنوريكم هاشي بارمونتي اللي صوبت في الترموميكس. شوف كي جا مانيفيك، يعني كتوركي كتعندك لي غوسيط كلشي في الترموميكس، غير تي ابي وكتقولك شحال العبار كديري بلي ميزور، تديري المقادير اللي خاصك نيشان ديريها، ومن بعد ملي كتسالي راه كديريها في هاد المول هذا، كديري هني بالزبده وتخليه في الفران يتحمر. فوالا كنتمنى ليكم مشاهدة طيبة، حتى نتوما لا درتو شي غوسيط ولا درتو شي عشيوة ولا تأخذوني إلى كنشاهدكم. سمحوا لي مرة أخرى، إلى اللقاء أعزائي، باي باي ليكم.